السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. في فيديو النهاردة ان شاء الله نعمل كده طريقة عمل الجبنة البيضاء اللي هي الجبنة الفلاحي. طبعا بنعملها كده بخيرها، بجد هتعجبكم جدا. ده انتوا شايفين هتطلع معانا بالجبنة ده طبعا غير، طعمها حلو قوي، اتمنى اجربوها بنفس الطريقة. واهم حاجة ما ننساش اللايك عشان الكل يستفيد. ويلا بقى كده نتابع الفيديو مع بعض على طول ونقول بسم الله. اول حاجة بقى كده هنستخدم لبن اللي هو اللبن فريش، اللبن اللي هو الفلاحي. انا مستخدمة كده اللي هو اللبن الجمسي، عندي كده 2 كيلو من اللبن، فضيتهم كده في الحلة واخدتهم كده حطيتهم على النار. طبعا انا هنا في الاول كده بندفي اللبن كده تطفية بسيطة، مش بنسخن اللبن، يعني زي ما قلت كده هندفيه كده تطفية بسيطة زي دمع العين او زي اللبن كده اللي بنبدأ كده نسقيه للرضع اللي هم الاطفال. وهنا كده الاول كده ببدأ كده اقلبه لغاية ما يدفى معايا تدفية زي ما قلت. هنا بقى كده كنت بشوف بقى كده اللبن، هنا كده بحط صبعي لقيته هنا خلاص اخد كده تطفية بسيطة. هنبدأ بقى نجيب اللي هي المنفحة، طبعا بنسميها منفحة، في ناس بيسموها اجزة طبعا على حسب ما بيسموها. هنا كده هبدأ اخد معلقتين من المنفحة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، طبعا على كل لتر من اللبن معلقة كبيرة اللي هي معلقة الاكل العادية. هنا كده نزلت معلقتين وبنبدأ بقى كده نقلبهم كويس. هنقلب كده المنفحة مع اللبن بالشكل ده. بعد ما اقلبهم بقى كده كويس مع بعض هبدأ بقى كده اجيب الغطا وهبدأ كده اغطي اللبن وبفوطة، اي فوطة عندك بقى، فوطة مطبخ او اي فوطة كده بنستخدمها. هبدأ بقى كده اغطي الحلة وهسيب بقى هسيبها كده مدة ساعة او ساعة ونص على حسب بقى كده ما اللبن كده يربط معايا. هنا بقى كده غطيتها كده بالغطا وهجيب بقى كده فوطة وهغطيها، اهم حاجة كده نغطيها كويس. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده بغطيته كده بالفوطه. طبعا هنا في الوقت ده طبعا احنا طافيين النار خالص، زي ما قلت يا دوب بندفي كده اللبن. بعد كده بقى بنطفي نار البوتاجاز وضفت كده معلقتين كبار من المنفحه. بعد كده غطيت اللبن وغطيته كده بفوطه بسيبه كده مده ساعه، ساعه ونص، يعني بعد ساعه كامله نبدا كده نكشف الفوطه ونكشف الحله. حسيت ان اللبن ربط معاكي تمام، هنبدا بقى نعمل الجبنه. لو لسه اللبن مربطش سيبيه كمان نص ساعة او ساعة كمان لما يبدأ يربط معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنا كده اللبن كده اتماسك واتجمد معايا، وهنا كده تلاقي بقى كده الشرش بتاعه كده شوية كده من الشرشة او المية كده على الوش بالشكل ده. وهنا كده خلاص اللبن اتماسك معايا. هنا بقى كده هجيب بقى اللي هو البقوط ده، كده البقوط مصنوع من الخوص، بنبدأ نعمل فيه الجبنة. ما عندكيش البقوط ده تعملي كده، تجيب شاش ناعم وتجيبي كده مصفى وتفردي كده فيها الشاش، ونبدأ بقى نحط الجبنة برضو كده بنفس الطريقة. بعد ما بتخلصي بتطبقي كده الشاش على الجبنة وتجيبي مثلا تقلي كده مثلا حلة مليانة مثلا مية وتحطيها كده على الشاش من فوق وتسيبيها بقى مدة 3 ساعات، ساعتين أربعة، لما يبدأ كده المية أو الشرش بتاع الجبنة كده يتصفى من الجبنة والجبنة كده تتماسك معايا. هنا بقى زي ما انتم شايفين زي ما قلت احنا هنا كده بنستخدم اللي هو البقوط ده. طبعا كل كيلو من اللبن بيعمل معايا كده واحد من البقوط، يعني ال2 كيلو ده هيعمل معايا كده 2 بقوط بالحجم والشكل ده. طبعا زي ما قلت البقوط ده بيكون مصنوع من الخوص، بيتباع طبعا مع الناس كده في الاسواق، الناس اللي بيكون مخصصه في الحاجات دي. ده كده بيكون شويه شرش كده فايدين كده من اللبن. هنا طبعا انا هفضيهم مش هستخدمهم في حاجه، ممكن تستخدموهم تعملوهم شرشه للجبنه و او تستخدمي كده ميه عاديه. انا هستخدم النهارده كده ميه عاديه عادي من الحنفيه. هنا بقى كده خلاص صبيت كده كميه الجبنه في البقوط بالشكل ده. هنا بقى كده الشرشه او الميه اللي بتطلع كده معايا من الجبنه ببدا كده اصفيها. وهنا بقى كده هسيب بقى كده البقوط مده ربع ساعه او نص ساعه وببدا كده اقلب الجبنه. طبعا انا هنا كنت قلبت الجبنه مره واحده، وهنا كده هقلبها كمان مره معاكم. بنقلبها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، بنبدا كده نقلبها كده بالطريقه دي حوالي كده 3 مرات او 4 مرات، وبسيب الجبنه كده لما تبدا كده تتصفى خالص من الشرش اللي فيها او الميه اللي فيها، والجبنه كده تتماسك معايا وتكون قطعه الجبنه كده متماسكه. هنا كده بوريكم كل الشرش كده انا بصفيه. زي ما قلت ممكن نجمع الشرش ده ونعمله كده اللي هي الميه بتاعت الجبنه. انا هستخدم زي ما قلت النهارده ميه بيضه عادي من الحنفيه، ممكن كده او كده زي ما بتحبي. هنا بقى كده خلاص الجبنه هنا بقى خلاص صفت كده الشرش اللي هو الشرش او الميه اللي موجوده جواها، والجبنه كده اتماسكت معايا بالشكل ده. طبعا زي ما قلت كده قلبتها حوالي 3 4 او 5 مرات بالكتير.
اخدت معايا هنا كده طبعا في البقوط بتاخد معايا مدة ساعتين كاملين، او على حسب، ممكن اما تصفي معايا المية ممكن تاخد ساعتين ثلاثة. اهم حاجة بسيبيها كده لما تتمسك كويس وتصفي المية. بعد كده بقى جبت طبق ضفت فيه 3 معالق كبار من الملح، طبعا بنزود الملح او بنقلله على حسب ما بتحبي حط الجبنة. هنا كده انا ضفت 3 معالق كبار من الملح، وطبعا الملح بيكون على حسب برضو كمية المية اللي انت هتضيفيها في الوقت ده. بقى زي ما انتوا شايفين دوبت كده الملح في المية، بجيب بقى كده اللي هو قرص الجبنة، ده بيكون شكل كده قرص الجبنة زي ما انتوا شايفين بيكون بالشكل ده، بس بجد طعمها حلو قوي. ده طبعا اللي هي الجبنة اللي بخيرها. ببدأ كده اقطع القرص كده 4 قطع بالشكل ده كده بالسكينة، وهبدأ شايفين الجبنة ما شاء الله متماسكة معايا. هبدأ بقى كده احطها كده في المية، طبعا احنا هنا كده بنحطها في ميه وملح كده ان هي تاخد معايا. حطي كده الجبنه، ممكن لو انت حابه بقى تضيف الملح كده مع اللبن وهو على النار تمام مفيش اي مشكله، بس احنا بنعملها بالطريقه دي، بنسيب اللبن كده الاول بنضيف بس عليه المنفحه، بعد كده بقى لما بنعمل الجبنه بنبدا بقى نعملها كده اللي هي الشرش بتاعها اللي هي ميه وملح زي كده، وبنبدا بقى نضيف قطع الجبنه بتاعتنا. لو انت هتضيفي طبعا ملح مش هتضيفي كميه ملح كتيره في الجبنه، وممكن بعد ما اصفي الجبنه من الميه تحطيها بقى تقطعيها وتحطيها وتغطيها طبعا في علبه بدون ميه وملح طالما انت حطيتي بقى كده ملح في اللبن. طبعا الطرق كتير على حسب ما بتحبي، بس دي الطريقه المعتمده اللي احنا بنعملها، دي احسن طريقه لعمل الجبنه الفلاحي او عمل الجبنه البيضاء بالطريقه دي. جبت بقى كده حبه ملح كده بسيطين حوالي كده نص معلقه من الملح، ورشتها كمان على وش الجبنه. بعد كده بقى بغطيها وبحطها بقى كده في التلاجة ونبدأ بقى ناكل منها. طبعا احنا بنبدأ كده ناكل منها تاني يوم، بتكون حلوة قوي بجد، اتمنى تجربوها بيكون طعمها جامد جدا. وبكده يكون طلعت من ال2 كيلو لبن ده حوالي كده 1.25 كيلو من الجبنة. طبعا بيكون سعر الكيلو للبن 20 جنيه، يعني سعر ال2 كيلو 40 جنيه. وطبعا الجبنة دي اللي هو الجبنة البيضاء او الجبنة الفلاحي دي بيكون سعرها حوالي كده 80 جنيه او 90 جنيه، يعني كده طبعا الضعف ده، طبعا غير طعمها وغير نظافتها. طبعا احنا عاملينها في البيت ضامنينها احنا عاملينها ازاي، بجد بيكون طعمها حلو قوي واحلى من الجاهز واحلى من بره بكتير، اتمنى تجربوها بنفس الطريقة. وده كده كانت طريقتنا النهاردة في عمل الجبنة البيضاء او الجبنة الفلاحي بخيرها، اتمنى تجربوها بنفس الطريقة وان شاء الله بتعجبكم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص، اتمنى كده الفيديو يكون نال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتعليقكم الجميله، ولو لسه اول مره تشوفوا قناتي اتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس الكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد، وان شاء الله كده تنتظرونا في وصفاتنا الجايه، ودايما نقدم لكم احلى الوصفات، ودمتم في حفظ من الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.